ونتحول مع حضراتكم في نشرة أخبار السادسة إلى متابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. نتابعها مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم ريهام الديب ومحمد عبدالله، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعا بحثيا تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030. وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد أنه تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة. صعدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي أججها الصراع بين إسرائيل وحركة حماس. وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 1.2% في ظل ارتفاع جميع القطاعات. كما ارتفع المؤشر القطري 1.1% مدعوما بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة. كذلك ارتفع المؤشر البحريني 3.1% والمؤشر العماني 4.1% والمؤشر الكويتي 1.1%. ذكرت شركة أرامكو أن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم خفضت سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الأسيويين في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهراً وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض. وأظهر بيان لأرامكو أنها خفضت أيضاً أسعار درجات الخام الأخرى التي تبيعها لأسيا بمقدار دولارين للبرميل لشهر فبراير مقارنة بالأشهر السابقة. ويتماشى خفض الأسعار مع توقعات السوق، إذ طالبت شركات التكرير بأسعار تنافسية من السعودية مقارنة بأسعار النفط الخام المستورد من منتجين آخرين في الشرق الأوسط. أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أن باريس تعتزم بناء 8 محطات نووية جديدة تضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون. وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليا إلى 40% في عام 2035، وهو ما سيتطلب بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاوات من الطاقة اعتبارا من عام 2026. أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التحول إلى أول دولة أوروبية تنتج نوعاً متطوراً من وقود اليورانيوم الذي يقتصر إنتاجه تجارياً في الوقت الحالي على روسيا. ويعد الاستثمار البريطاني في هذا الشأن جزءاً من خطة لإنتاج ما يصل إلى 24 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول عام 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء. وتأمل الحكومة في إنتاج 95% من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة بحلول عام 2030، مع التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035.
أكدت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق على خلفية الأداء القوي لقطاعات الرقائق والبطاريات والنقل. وأضافت الوزارة أن الاقتصاد الكوري تلقى ما تبلغ قيمته 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 مقارنة ب 30.4 مليار دولار في العام الذي سبقه. كما سجلت الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا بلغ 18.7 مليار دولار بزيادة 3.4% على أساس سنوي. بهذا نصل إلى ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من النشرة وختامها إليكم من جديد. شكرا ليلى.